الإطار المرجعي المكيف لجميع المواد ولجميع المستويات. إذن في هذا الفيديو سوف نتحدث عن الإطار المرجعية ونحاول الإجابة على أسئلتكم التي تطرحونها في التعليق. هناك من يسأل ما هي الإطار المرجعية، وهناك من يسأل متى سوف تصدر هذه الإطار المرجعية، وآخرون يسألون أين سوف نجد هذه الأطر المرجعية. في هذا الفيديو سوف نحاول الإجابة على جميع هذه الأسئلة. وقبل أن نبدأ الفيديو، لا تنسوا تشجيعنا بالضغط على زر جيم ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم لكي يستفيد الجميع. إذن هنا سوف نحاول تقديم يعني مثال لأطر مرجعية لكي يعني تعرفوا ما هي الأطر المرجعية، قبل أن نتطرق إلى أين سوف تجد هذه الأطر المرجعية وكذلك متى سوف تصدر. إذن بالنسبة للإطار المرجعي المكيف لمادة الرياضيات السنة الثالثة إعدادي 2020-2021، هذا مجرد اقتراح من بعض الأساتذة. الامتحان الموحد الجهوي لنيل شهادة السلك لإعدادي الإطار المرجعي المكيف لمادة الرياضيات للموسم الدراسي 2020-2021. إذن كما ترون في هذا الجدول، الجدول الأول جدول المجالات المعرفية، فيقدم مثلا نقول بأن في المجال المعرفي أنشطة عددية، سوف يكون درس المعادلات والمتراجحات، والأسئلة التي سوف تطرح في الامتحان هي حل معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد، حل معادلة تؤول في حلها إلى معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد، حل مسألة تؤول في حلها إلى حل معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد. إذن وهذه الأسئلة الأخرى بالنسبة للنظمات من الدرجة الأولى بمجهولين، الإزاحة، الهندسة التحليلية. إذن هنا كما ترون فالأطر المرجعية تقدم يعني بعض الأسئلة التي سوف تكون في الامتحانات، وتقدم كذلك النسبة المئوية لكل مجال ونقطة كل سؤال، يعني كم على كل سؤال من نقاط. مثلا السؤال الأول يمكن أن تكون فيه نقطة واحدة، نقطتين، 0.5 إلى غيرها، رغم أن هذا يعني يختلف حسب اقتراحات الأساتذة للامتحانات وكذلك الاختيار الذي يختاره المفتشون في الامتحانات. إذن هذه الأطر المرجعية تساعدنا على معرفة يعني ما هي الدروس التي سوف تكون في الامتحانات، وما هي الأسئلة التي سوف تطرح، وما هي كذلك الدروس التي لن تكون في الامتحانات. ولكن هل يجب أن ننتظر الأطر المرجعية ولا نراجع للامتحانات؟ يعني إذا تم تأخيرها فسوف يكون هناك مشكل لدى التلاميذ. بالتالي لا يجب عليك انتظار الأطر المرجعية، ما عليك سوف مراجعة الدروس الأولى في كل مادة لأنها موجودة في الامتحان 100%، ولكن الدروس الأخيرة يمكن أن تلغى، بالتالي يمكن أن تتركها حتى الأخير حتى تصدر الأطر المرجعية. يعني كما قلنا في الأول سوف نجيب على سؤال متى سوف تصدر هذه الأطر المرجعية. الأطر المرجعية قال الوزير بأنها سوف تصدر هذا الأسبوع، ولكن في غالب الأحيان يمكن أن لا تصدر هذا الأسبوع لأن يعني هناك عدة مشاكل، والكثير من الأساتذة يعني أرسلوا للوزارة الدروس التي وصلوا إليها، وهناك يعني من وصل إلى عدة دروس، يعني هناك من وصل إلى الدروس الأخيرة، وهناك يعني من بقي في دروس الدورة الأولى. بالتالي سوف تكون هناك عدة مشاكل، وسوف تحاول الوزارة يعني أن تجد الحل الأمثل لتقديم هذه الأطر المرجعية، ولكن ما عليكم سوى مراجعة الدروس الأولى فهي موجودة 100%. بالنسبة للثالثة إعدادي كما قلت فدروس الدورة الثانية هي التي تكون في الامتحان الجهوي، ولكن بالنسبة للوطني وكذلك بالنسبة للبكالوريا فتكون فيها امتحانات من الدورة الأولى والدورة الثانية كذلك. إذن هذا كل ما جاء في هذا الفيديو. هناك كذلك من يقول أين سوف أجد هذه الأطر المرجعية. بالنسبة للأطر المرجعية فهي تكون في موقع الوزارة، وأنا كذلك سوف أضعها لكم عندما تصدر في قناتنا على التليجرام التي سوف تجدونها في وصف هذا الفيديو. يعني يمكنك الضغط على قناة التليجرام الموجودة في وصف هذا الفيديو، سوف تدخل لقناة التليجرام، وعندما تصدر هذه الأطر المرجعية سوف تجدها في تلك المجموعة مباشرة بعد صدورها. إذن لا تنسوا كذلك الدخول إلى قناتنا في اليوتيوب بروفارمات ومشاهدة الفيديوهات السابقة التي تحدثنا فيها عن عدة مواضيع مهمة تتحدث عن أخبار التعليم، ولا تنسوا كذلك تشجيعنا بالضغط على زر جيم ومشاركة هذا الموضوع مع جميع أصدقائكم في وسائل التواصل الاجتماعي. وإن كانت لديكم أي أسئلة فاطرحوها في التعليق، سوف نجيب على جميع أسئلتكم.